كورونا جاي الشمس في الجزائر، فينالمون موراها دا كوب دافريك مع زامبيا، واش تقدر تقول اليوم؟ يعني واش نقدر نقول لك، انا كي نهضر حاجه ما نهضرش هكذاك. انا كنت نهضر على ايرفي رونار في اتحاد العاصمه. ايرفي رونار واش جاب الاتحاد العاصمه؟ اما ايرفي رونار فريق زومبيا، على بالنا باللي ايرفي رونار فريق زومبيا هو اللي بدا يدير لو ريكرو كيما يقولوا لا سيليكسيون مع بوالس، هما داروا لا بروسبكسيون، هما كونوا الفريق هذا المحلي، خدموا مع عامين ولا ثلاث سنين، يعني فريق خلاص ولا مجموعه قويه متماسكه، يعني ما تبدلش براسك، وكان عندهم بوكو د ستاج، خدموا داروا عمل كبير. جاء الجزائر يعني فريق ما يشبهش الفريق، لاعب كيلعب في فريق شلف ويروح لفريق اتحاد عاصمه ماهوش مردود. رونار في اتحاد العاصمه ما قدم ولا شيء، احنا كنا نلعبوا يعني لا روليغاسيون، كنا نلعبوا كره جميله، ما كانش عندنا يعني ما كانش عندنا الزهر عباك ايكيب كيكون عندها دي بروبلام، كانت ما كانت لانستابيليتي سور لو بلان ادمينستراتيف، كانوا مشاكل سيبورتور جوار، جاونا دي جوار جون، وين كان يعني المدرب انا ذاك نور الدين سعدي كنت حضرته، كان دارين طري بون فاز روتور بلي جون. العام جا ما جي قال لي انا ما نديرش ريكروت، قائد فريق قال لي انا ما نديرش ريكروتمون، نعطي الفرصه اللي جا. هذه صح شيء مليح، ولكن لي جان ما يقدروش يلعبوا لك، دي جان تاع 20 طون 19 ما يقدروش يلعبوا لك عام كامل، كذب عليك باش لازم يكونوا انكادري. وفي اتحاد العاصمه ما عندناش جمهور اللي يصبر، فريق تاع القاب ما تقدرش، ماشي جمهور اللي راح يصبر لك عامين ثلاث سنين باش تفورمي له ايكيب. دونك انا كنت حذرته قلت له لازم تجيب وما شويه لاعبين باش يشدوا. الغلطه صارت ما جابوش لاعبين، حنا اون افي ان موفي كيما نقول لك ان فو ديبار اللي ما ساعدناش. جا رونار، رونار يعني رونار حتى في العرس قدم ولا شيء، لا ديكوفر دي جان اللي كنا نلعبوا بهم الهبطه لعبهم دي جونيور. العام اللي جا، العام المقبل كي رحنا حنا، هذوك لي جان اللي كان يلعبهم وكنا نلعبوا لا روليغاسيون الوغ كو كنا لازم نجيبوا دي بوا، اللي كان يلعبهم دي جان اللي ديكوفراهم باش يبين الناس باللي يعني العام الاخر كي حكم ليكيب ما شفنا حتى واحد مع هذوك لي جان. بطروني واسمو لافون سونتر فريوي ما شفناهمش هذوك لي جان الوغ كو العام قبل كان يلعبهم. دونك سي با سي دو طري بون جان، انا كاع يعرفوهم، مي تلعب نتايا لا روليغاسيون تسحق دي بوان، تسحق دي جوار سوفروني اللي يجيبوا لك لي بوان، على بالك كي تلعب الهبطه مع دي زيكيب اللي يلعبوا الهبطه، سي دي رونكونتر تاع دور تاع صباط تاع انجاجمون. دونك انا قلت باللي كان يتمسخر بينا الحق، وباش نقول باللي كان يبرونزي، وي كان يبرونزي الحق، اوان وين الى 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 خلاص رمى الفريق الحق وين كان في العرض تاعو. الحق وين جمعنا، انا كي نقول حاجه ما نقولش ما نجبدش مراسي. رونار جمعنا وقالنا انا خلاص عييت، ديروا واش تحبوا، اون سومان دي جور. هذه قبل ما يغادر الفريق، قبل ما يغادر هذه لا ما هذه قبل ما انا نغادر الفريق. دي جور دونطريلمون كنا نجوزوهم مع بو خلفه وتزيري، هما اللي كانوا يديروا، وحنا اللي كنا شاهدين لو جروب كانوا يصعوا دي باغار. انا اون كابيتان ديكيب كنت نحل المشاكل بين لي جوار، الوغ كو هو شغل واحد اللي رمى المنشافه، على بها قلت باللي جاي برونزي. العام الاخر الى ديسيدي كو هذوك لي جوار لي بارتيسيباو باش ما يهبطش الفريق، وهما اللي شدوا لا ديسيبلين في ليكيب، وهما اللي عاونوه، هو في راسو دار باللي انا باش نفرض الانضباط وكذايا لازم نحي اشيو وغازي وفلان، وهو ما دارش هذا الشيء وحده، دار هذا الشيء عاونوا. انا نعرف كاع واش صرا الاتحاد العاصمه باسكو واحد دوك رانا نهضروا نهضر كلش واش كاين، واحد كيما عيساوي هو اللي شجعوا باش ينحي لي زونسيان جوار، باسكو قال له هاد اللاعبين هم حايبين يهبطوا الفريق باش يبقاو. اسكو انت دوك نسقسي عبد الكريم الدوار اللي هو اونسيان، اسكو لاعب وليد الفريق يقدر يهبط فريقه؟ اسكو هادي تدخل لك في راسك؟ حنا نديرو موفي ريزلتا ما ترقدش في الليل ما ترقدش. قال له هادو حبوا يهبطوا الفريق باش يقعدوا العام الجاي. قال له انا نهار جيت الاتحاد العاصمه قال له جي في لي زونسيان نحيتهم كاع ودرت فريق جديد. هاد الشيء اللي شجع رونار ودار الكوراج تاع رونار نو رونار الى رونار رمى الورقه راه جديد رونار
باش ينحي غازي واشيو، هذا شيء كبير في اتحاد العاصمه، اللاعبين اللي عندهم سبع او وي تيتر اللي جابوا الفريق ومدوا حياتهم وغازي مازالوا يمد بالاضافه كما يقول لك ساكريفي وبزاف حوايج، عيدوا في النيجر وعيدوا في لافريك دو سيد وجوزوا رمضان هنا وجوزوا رمضان لهيه وخلاو فاميلتهم مدوا الفريق وجابوا له دي تيتر. مي كاين الناس اللي داروا له الكوراج اللي قالوا له وي هاد اللاعبين غلطوه بيان سور غلطوه، ومالوريزمون الاداره اللي جات جديده يعني ما تعرفش تاريخ، شرات الفريق بلا ما شرات التاريخ. بغيت تشري فريق بغيت تشري التاريخ تاعك. نعطيك لو سول اكزومبل، انا عندنا صوره جماعيه يعني ترسم كنا دايرينها ويعرفها سي عبد الكريم الدوار في الريستورون تاعنا، اللي ترسم كاع لقطه من كل تيتر ديناها، يعني صوره جميله كنا حاطينها في المطعم، يعني الناس هادو نحاوها. انا كي تنحات هذيك الصوره عرفت باللي راح نتنحى معاها. عبد الكريم يعني تحس حسين راه يتكلم من قلبه، راه كاع الشيء اللي قالوا لخصوا في هذه الكلمه الاخيره، يعني نظن كان قال هذه الاخيره الكلمه الاخيره من قبل ما كانش كان لازم يقول الاخرين. لا لا كان تحس بلي كان حبي يوضح امور، حبي يعني واحد ما يخاف حتى كيما يقول لك واحد ينا بافر واوزيو كيقول لا فيريتي. ابناء الفريق ما لازمش تسمى يخرجوا هكذاك من لابتيت بورت، سيرتو كلا ما داروا حتى مشكل، يعني التاريخ راح يشفى على او كاتب يعني على الترويجات والليتيت اللي ربح اتحاد العاصمه يعني باسطر من ذهب، وواحد ما يقدر ينساها. لا غيرات زيري غازي زغدود دحلي عائله، كنا عائله. كان عندكم فريق وبالنسبه لسعيد علاق كان الاب الروحي للفريق. سعيد علاق احنا نولي برك شويه اللور مقبل كي كنا نهضروا على الدراهم وكذا، احنا كان سعيد علاق صارت له يعني كما نقول لك حادثه، هو الوفاه تاع ابنه سيد احمد اللي كان زميلي يلعب معايا سبعه ولا او ثمان سماوات، يعني المدر الرئيس البريزيدون كان متاثر كثير وكان بقى في الدار وما كان، واللاعبين كنا ماشي خالصين وكنا نلعبوا بالزي الاكحل ولا الاسود ولا الشفا، وكنا يعني ربحنا الدوبلي باش تشوف يعني العلاقه يعني العائليه اللي كانت بين الثقه اللي كانت بين بين البريزيدون اي لي جوار باش تشوف علي قرا ماركي سون باساج في لو فوتبول الجيريان سي ان غران مسيو، يعني بعباره بسيطه. إذن مسيو باسكو اي رئيس، علاش نقول انايا كيما نقول على سعيد عليق بلي سي ان غران مسيو باسكو لي تيتر تكلموا عليه، ولا نقول على محمد شريف حناشي دائما نقولها ونزيد نعاود نقولها، سي لو بريزيدون لو بلو تيتري في الجزائر اوتون كو جوار اي اونترينور اي بريزيدون. سكو في حنا علاش نتكلموا على رئيس،